داليا دوبليتو عندما ينقلب السحر على الساحر. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. لا تنسى عزيزي المشاهد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل كل ما هو جديد. في صباح أحد الأيام الحارة من شهر أغسطس عام 2009 توجهت داليا دوبليتو إلى النادي الرياضي كعادتها، ولكن لم يمر وقت طويل حتى تلقت مكالمة من شخص يخبرها أنه من الشرطة وأنها يجب أن تحضر إلى المنزل على الفور لأن زوجها مايكل تعرض لحادث. تركت داليا النادي الرياضي مسرعة وتوجهت إلى المنزل لتجد عددا من سيارات الشرطة وأفرادها تحيط بالمنزل. بقلق سألت عن الأمر، فأخبرها الشرطي أن زوجها تعرض لهجوم وإطلاق نار توفي على إسره. انهارت داليا بالبكاء والنواح على زوجها المغدور، فطلب الشرطي منها الذهاب معهم إلى مركز الشرطة لأخذ البيانات والتعرف على ملابسات الحادث. وأثناء انتظارها في غرفة التحقيق صدمت بزوجها مايكل يدخل على قدميه حيا يرزق. داليا محمد كان اسمها قبل الزواج، من مواليد عام 1982 لأب مصري وأم من البيرو. استقرت الأسرة في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. ارتدت المدرسة الكاثوليكية في صغرها، ثم تخرجت من المدرسة الثانوية وبدأت العمل كسمسارة عقارات، وتعرفت على زوجها عام 2008. لكن داليا استطاعت نسج شباكها حوله حتى قام بتطليق زوجته وتزوج منها فقط بعد 5 أيام من تطليق زوجته. كان ذلك في فبراير عام 2009. مايكل دوبليتو لم يكن ذلك الرجل الشريف كذلك، كان محكوما سابقا وكان لديه عدة اتهامات في عدة قضايا نصب واحتيال، وكان متهما على ذمة قضايا أخرى منها الإتجار بالمخدرات. وفي أحد المرات تلقت الشرطة اتصالا من مجهول يفيد بحيازته على المواد المخدرة، فقامت الشرطة بمداهمته عند أخذه لزوجته ذات ليلة للعشاء وتفتيشه، فلم يعثروا إلا على عدة سجائر بها مخدرات ولم تكن الأدلة الكافية للقبض عليه. هنا نصحته زوجته المحبة داليا دوبليتو أن ينقل ملكية المنزل إليها في حال ما إذا تم القبض عليه تحت أي ظرف لن تستطيع من وضع يدها على المنزل. كان المنزل يساوي عدة الآلاف من الدولارات. استجاب لها مايكل وقام بنقل الملكية إليها، ولم يعرف المسكين أن صاحب البلاغ المجهول هي نفسها زوجته الجديدة داليا. لم تتوقف داليا عند ذلك الحد، كانت طموحاتها ومخططاتها أكبر من ذلك بكثير. فبعد أن حصلت على ملكية المنزل قررت التخلص من مايكل للأبد. حينها أخذت في التفكير في كيفية التنفيذ، وهدها تفكيرها إلى الاتصال بصديقها السابق محمد شهادة، وأغرته بمعسول الكلام أن يساعدها في تأجير قاتل محترف للتخلص من زوجها. وافقها محمد شهادة وطلب منها إعطائه فرصة للبحث عن أحدهم، لكن محمد كان أذكى منها بكثير فقرر إبلاغ الشرطة وعدم توريط نفسه بالجريمة. طلبت الشرطة من محمد شهادة مجاراة داليا، وأرسلت معه شرطيا متخفيا ليقدمه لداليا على أنه قاتل محترف، وتم الاتفاق بين الثلاثة مقابل 7000 من الدولارات، والأخيرة لا تعلم أنها تتفق على خطة سجنها. وفي اليوم الموعود كما ذكرنا توجهت داليا للنادي الرياضي لتمنح فرصة للقاتل المزعوم. كل ذلك تم تسجيله صوتا وصورة من قبل شرطة فلوريدا. المضحك في الأمر أن داليا عندما فوجئت بزوجها أمامها أنكرت كل شيء، والعجيب أيضا أنها بعد الحكم عليها توجهت باللوم على زوجها معاتبة إياه لعدم مهاتفتها أو توكيل محامي للدفاع عنها. دفاعها أيضا كان أكثر إثارة للضحك، حيث ادعت أن زوجها مايكل هو من طلب منها فعل ذلك لأنه أراد أن يصبح نجم تلفزيون واقع. تم الحكم على داليا بالحبس بـ20 عاما عام 2011، ثم نتيجة لأخطاء في المحاكمة تم إعادة محاكمتها مرة أخرى، وحكم عليها بـ17 عاما في عام 2017،
وبعد ذلك تم رفض أي طعون أو استئنافات مقدمة منها، والمتوقع الإفراج عنها عام 2032.